اعتصمنا بحبل رب الكون خلاك العباد لين ما رفرف عالمها فوق على سارية هي بلاد العز والأمجاد رمز الاتحاد نفتخر باسم الإمارات الحبيبة الغالية. اعتصمنا بحبل رب الكون خلاق العباد لين ما رفرف علمها فوق أعلى سارية في بلاد العز والأمجاد رمز الاتحاد نفتخر باسم الإمارات الحبيبة الغالية من سنة 71 الحضارات في الزيان نرتقي نحو الثريا مع مرور الثانية نسبق عصور التحدي بالفكر والاجتهاد نجلي بقاصيتها عالي تبقى عالية اعتصام مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في برنامج قصة وطن. في حلقتنا لهذا اليوم راح نستمر معكم في الحديث عن مظاهر السيادة الإدارية في إمارات الساحة سابقا وأقصد هنا مظاهر السيادة التي تحدثنا عنها في حلقتنا الماضية حول الضرائب التي كانت تفرض على المواطنين في إمارات الساحة سابقا. في حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث معكم عن المظهر الثاني من السيادة الوطنية وأقصد هنا الرسوم الجمركية بالإضافة إلى مظاهر أخرى سوف تتعرفون عليها من خلال سياق الحديث الذي سوف نطرحه عليكم. في الواقع من المدخولات المهمة التي كان يحصل عليها شيوخ إمارات الساحة سابقا هي الرسوم الجمركية إن كان في الجبل أو الصحراء أو الساحل. وهنا لابد أن نفسر لجيل اليوم وكذلك جيل المستقبل هذه المعلومات. حينما تم تعيين ممثلي الحكام وكذلك الولاة في كل من إمارات الساحل وأقصد هنا الإمارات السبع كان عليهم متابعة الرسوم الجمركية كلا على حسب بيئته. فعلى سبيل المثال للحصر إذا تحدثنا عن الأسواق التجارية والتي كانت في الحقيقة متواضعة وبها الكثير من الموارد الاقتصادية أيضا المتواضعة ويمكن أن نطلق عليها إنتاج محلي وذلك قبل الكثير من التطورات وبالتحديد الموانئ التي كان طبعا يجلب منها الكثير من المواد الأساسية. وحينما نرجع إلى حقيقة الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على المواطنين سوف نلاحظ بينها رسوم بسيطة تتمثل في أيضا التجارة البسيطة التي يتاجر بها الكثير من المواطنين. هناك اختلاف في عملية فرض الرسوم وخاصة في الأسواق، فهناك أسواق كبيرة تختص بعملية أيضا بيع الكثير من المنتجات مثل خشب الوجيد وكذلك السمك المجفف وبالإضافة إلى التمور وغيرها من المحاصيل الزراعية، فكانت تفرض على بعض المناطق وليس كل المناطق.
وحينما نحلل النسب المئوية التي كان يفرضها الحكام وكذلك ممثلي الحكام والولاء حول التجارة البسيطة، سوف نلاحظها بسيطة جدا ولم تتجاوز نسبة 1 أو 2%، لأن كانت التجارة مفتوحة وخاصة التجارة البرية. بالإضافة إلى تلك الموارد كانت هناك الأواني الفخارية وكذلك المنتوجات الجبلية مثل العسل والسمن وغيرها، هذه لا تفرض عليها في الحقيقة إن كانت داخلية، ولكن إن كانت خارجية فلنفترض من سلطنة عمان أو من اليمن وغيرها من المناطق، سوف يفرض عليها 1.5%، وذلك حسب ما جاء في الكثير من الوثائق التاريخية في أوائل القرن العشرين وبالتحديد في إمارة الشارقة، و2.5% في إمارة أبوظبي وذلك في منتصف الخمسينات من القرن العشرين. هذه رسوم جمركية بسيطة وخاصة في المناطق البرية وليس الموانئ، ولا بد أن تصل بعض هذه المعلومات إلى جيل اليوم وكذلك جيل المستقبل، بأن ما يسمع في وقتنا الحالي من رسوم جمركية وقيمة مضافة في الحقيقة هي لا تصب لمصلحة شخص معين بينما تصب لمصلحة الدولة، ويتم تطوير الكثير من الخدمات كما أسلفت القول حول القيمة المضافة وحول ما تتطلع عليه الدولة في المستقبل. وبالعودة إلى الموانئ الساحلية، نلاحظ بأن الكثير من الموانئ كانت نشطة في إمارات الساحل سابقا، دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا وفي مقدمتها ميناء دبي، فأصبح في منتصف الخمسينات الكثير من الموارد الجديدة وكذلك البضائع الجديدة يتم استيرادها عن طريق هذا الميناء، وتفرض رسوم جمركية محددة، وكان يوجد بها جمرك وما زال أنقاض هذا الجمرك موجود على خور دبي لوقتنا الحالي. كما كانت هناك موانئ أخرى في الساحل الشرقي وبالتحديد في مدينة خورفكان، تفرض بعض الضرائب البسيطة على السفن السفارة، وكانت تسمى مطرحانية، ليس للسفن السفارة الإماراتية، بينما السفن السفارة الأخرى مثل دولة الكويت والبحرين، ولكن بنسب بسيطة جدا. هذه بعض المعلومات التي تخص الرسوم الجمركية والتي تنعكس بشكل مباشر على عملية التقدم الاقتصادي وكذلك الكثير من الخدمات لصالح المواطن. في هناك بعض أيضا الرسوم الأخرى وخاصة في الجزر مثل جزيرة أبو موسى وجزيرة دلما، وخاصة فيما يتعلق بالمحار وأكسيد الحديد الأحمر، فكان طبعا يصدر المحار بعد موافقة الحاكم، وكان يدفع 12 دولار ماريا تريزا عن كل كيس، وخاصة في جزيرة دلما وبالتحديد من قبل بعض الشركات الألمانية وفي مقدمتها شركة روبرت ويكنهوز وشركائهم، قاموا بإرسال مندوب عنهم إلى جزيرة دلما في عام 1899، وأدى في نهاية الأمر إلى تصدير المحار، ولكن كانت السيادة الوطنية لشيوخ إمارة أبوظبي في هذا الخصوص. هذا مجمل الحديث حول الرسوم الجمركية، وهذه المعلومات لابد أن تصل إلى جيل اليوم وكذلك جيل المستقبل حينما يسمع عن رسوم جمركية، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة البسيطة، لابد أن يعي أنها لخدمة مصلحة هذه البلاد منذ فجر تأسيس الكيانات السياسية حتى يومنا هذا. كما يوجد رسوم جمركية أخرى وبالتحديد في إمارة الشارقة، وذلك منذ الاتفاقية الثنائية بين بريطانيا وكذلك حاكم الشارقة المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، الذي تولى حكم إمارة الشارقة منذ عام 1924 ميلادي حتى عام 1951 ميلادي، فأصبحت هناك حركة نشطة إن كانت في الميناء أو إن كانت في امتيازات الطيران، والمتمثلة بافتتاح محطة للطيران منذ عام 1932 ميلادي، وبها الكثير من الملحقات مثل ركوب المسافرين واستراحة المسافرين والمطاعم البسيطة المخصصة، وكذلك أيضا
مناطق التي يوجد فيها وقود البنزين، بالإضافة إلى أيضا خدمات البرق والاتصالات وكذلك المواصلات، وبالإضافة إلى ذلك محطة أيضا للطيران بكلبة. كل هذه الامتيازات كانت تدخل على حكام إمارة الشارقة المتعاقبين ابتداء من الشيخ المغفور له سلطان بن صقر القاسمي، ثم عززت على أيام المغفور له أيضا بإذن الله الشيخ صقر بن سلطان القاسمي الذي حكم إمارة الشارقة منذ عام 1951 حتى عام 1965 ميلادي. فكانت هناك امتيازات كثيرة والمتمثلة أيضا في الرسوم الجمركية بعد تعديل ميناء اللية التي استقبلت الكثير من البواخر، وفي مقدمتها بواخر شركة الهند الشرقية البريطانية منذ تأسيس طبعا هذه الشركة حتى نهايتها كانت تتردد على هذه الميناء وبالتحديد ميناء اللية. هذا مجمل الحديث حول الرسوم الجمركية، وهناك أيضا رسوم أخرى أو ما نطلق عليها مفاهيم أخرى حول الرسوم الجمركية وكذلك الضرائب، ولكن هذه خلاصة الموضوع التي لابد أن تصل إلى جيل اليوم وكذلك جيل المستقبل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وتفضلوا بالبقاء معنا. نجدد لكم الترحيب مشاهدين الكرام، ومستمرين معكم في الحديث حول مظاهر السيادة الإدارية في إمارات الساحل سابقا. وفي نفس السياق لابد أن نبرز حقيقة مهمة لجيل اليوم وكذلك جيل المستقبل حول مظاهر السيادة الإدارية التي لم تتوقف حول المفاهيم والمعلومات التي أسلفنا ذكرها. وأقصد هنا هناك أيضا مظاهر سيادية ظهرت في نفس الوقت التي ظهرت في تلك المفاهيم والمتمثلة في حفظ الحقوق. لذلك ارتأى شيوخ إمارات الساحل سابقا وما زال شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرين في نفس السياق حول المحافظة على الحقوق. فعلى سبيل المثال للحصر، في ظل إمارات الساحل سابقا كان لكل مواطن في الإمارات السبع الحق في التردد على البحر، وأقصد هنا إن كان لعملية الصيد أو السفر الشراعي أو التنزه، ولكن برزت تلك الحقوق هي أكثر في مجال الصيد، وأقصد هنا صيد الأسماك. فحدد مسار معين لعملية الصيد، وحددت أيضا رسوم معينة لأيضا عملية صيد الأسماك، ولكن هذا نوع من حفظ الحقوق حتى لا يدخل المواطن آنذاك في المحظور ثم يذهب إلى دولة أخرى. وفي نفس الوقت كمية السمك التي يجلبها المواطن لا يفرض عليها رسوم، بمعنى الرسوم إلا إذا كانت هناك فاض من الأسماك فيتم تسخيرها لخدمة المجتمع الذي يعيش فيه. فلكل حاكم من الإمارات السبع مناطق محظورة وعدم تجاوزها في عملية مصائد الأسماك، وتتم المحاسبة في عملية أيضا تجاوز هذه القوانين، مثل ما يوجد في وقتنا الحالي مصائد للأسماك وكذلك مواقع للأسماك وأيضا جرف قاري وبعد جغرافي وأيضا نوعية الأسماك التي يتم اصطيادها، وذلك عن طريق وزارة البيئة والتغير المناخي حددت أنواع معينة لعملية صيد الأسماك. ما أود الوصول إليه وتنوير جيل اليوم وكذلك جيل المستقبل، فإن شيوخ إمارات الساحل سابقا حافظوا على حقوق ملكيتهم لمصائد الأسماك، وحافظوا في الوقت نفسه على المواطنين أنفسهم. أما بخصوص أيضا الحقوق الأخرى فهي متمثلة في بعض الموارد المائية الحية إنجاز التعبير، والمتمثلة في
عملية بيع الأسماك المجففة وكذلك امتيازات البحث عن أكسيد الحديد الأحمر أو المحار كما أسلفت القول، وكذلك سمك القرش، ولكن لم يتم فرض الرسوم بمعنى الرسوم، بل هناك حدود لعملية الصيد. فإذا رجعنا إلى الواقع التاريخي سوف نلاحظ بأن في أبوظبي كان هناك أفراد يتمتعون بالسيطرة على حقوق الصيد عبر الساحل من خور العديد إلى الحمراء، وهذا طبعا نحو 100 كيلومتر، وكان معظم هذه الامتيازات يحصل عليها أبناء القبائل الكبيرة التي كانت تسيطر على بعض المواقع، وذلك لكثافة أعدادها. ولكن في نهاية الأمر هذا المنتوج أيضا يرجع إلى الحاكم، ثم يتم التشاور مع القبائل الكبيرة، ثم تصبح بعد ذلك عملية التوزيع، وغالبا يطلب منهم خمس صيدهم، وهذا طبعا في نهاية الأمر يقود إلى تسخير تلك المبالغ لخدمة المواطن. ثم مظاهر سيادية أخرى ومعونات أخرى ظهرت أيضا في ظل شيوخ إمارات الساحل سابقا، وما زال أثرها مستمر في وقتنا الحالي والمتمثلة في مرافقي الحكام. في الواقع هنا أود أن أوضح نقطة مهمة وتاريخية، بأن يطلق على هؤلاء الناس المطيرزية، والبعض الآخر يطلق عليهم مرافقين الحكام أو الذين يعملون عند الشيوخ، أو بمعنى أصح القبائل التي تعمل عند الشيوخ وهم المطارزية. في الواقع إذا حللنا كلمة المطارزية فهي ترجع إلى أصل الكلمة الطراز، والطراز هي نوع من الضرائب التي تفرض على بعض السفن التي تتبع إمارة أخرى حينما تدخل في مغاصات أو في موقع إمارة أخرى. فعلى سبيل المثال للحصر، إذا كانت هناك سفن في أبوظبي وأرادت أن تذهب إلى جزيرة مثلا رأس الخيمة أو إمارة رأس الخيمة أو جزيرة الزعاب في الماضي، فلا بد أن تفرض عليها ضريبة الطراز، لأن سفن أبوظبي دخلت إلى منطقة رأس الخيمة. وكان هناك في الحقيقة تفاهم بين المشيخات، إلا أن هذه الضريبة تفرض في حال حجم السفينة، وفي حال بأن هذا النوخذة أو الطواش لدي الكثير من الأموال، ففي هذه الحالة تفرضها جزيرة زعاب أو بمعنى أصح إمارة رأس الخيمة على إمارة أبوظبي. وبالعكس إذا كان هناك من رأس الخيمة يريدون أن يغوصوا أو يذهبوا إلى مغاصات أبوظبي، فأيضا تفرض ضريبة الطراز، وهي على السفن الخارجية التي تأتي إلى حدود مشيخة على أخرى، ولكن هذه طبعا قليلة كانت. الأول اسمه مطيرزي، مطيرزي وعسكري، مطيرزي ربيع الشيخ اللي صار الشيخ مطيرزي يسموه، ما مطيرزي مطارزي يسموه باللهجة العربية. والبقايا عسكر يسموهم، يسمون العسكر، العسكر قليلين ما كثيرة وايد، على حسب الحجم المنطقة وحسب حكم الأمر الحاكم وين يحتاج شو يحتاج. والعبرة اللي كان على حمار وعلى جمل، ما هي كان سيارات، قليل سيارات. على عصرنا ين سيارات من 66 ل 57 ين سيارات شوي 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 شوي، قبل ما هي سيارات. هذه فقط معلومة تقودنا لكي نتعرف على مفهوم المطارزية، هذا المفهوم الشريف، هذا المفهوم الذي ربما يفسر البعض الآخر بطريقة عكسية. هم مرافقي الحكام، وكانت علاقتهم مع الحكام علاقة فيها نوع من الدعابة، وفيها نوع من الجدية، وفيها نوع من العلاقة الحميمة بين الحاكم والمحكوم. ولاحظنا هذه العلاقة في شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كيف يداعب مرافقي وكيف يمزح معهم، فتارة مثلا نلاحظه يساعدهم في طبخ الكثير من الأمور إن كان قهوة أو مواد غذائية، وكذلك في نصب الخيام
فكانت العلاقة حميمة بين الحاكم والمحكوم. فطالما نحن في عام زايد الخير فلا بد أيضا أن نقدم بعض الأمثلة الحميمة والمتواضعة في شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وخاصة فيما يتعلق بعملية حفظ الحقوق والمعونات والمظاهر السيادية الإدارية التي ظهرت في وقت مبكر في ظل شيوخ إمارات الساحل سابقا، واستمرت في ظل شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا. وأفضل مثال هو شخصية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وكيف يحافظ على المرافقين ويكرمهم وأيضا يزودهم بالكثير من المعلومات، إن كانت معلومات على المستوى الأسري أو على مستوى المجتمع القبلي الذي كان يعيش فيه وبالتحديد في مدينة العين. أما في إمارة الشارقة فعلى أيام المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الذي حكم إمارة الشارقة في عام 1924 ميلادي حتى عام 1951 ميلادي، نلاحظ بأن هناك العديد من المطارزية والمرافقين تم توفير لهم الكثير من الامتيازات، وفي مقدمتها طبعا الرواتب التي كانت تدفع من الحاكم، وهناك نسبة بسيطة كان يزودها بها طبعا البريطانيين، واقصد هنا الدفعات المستحقة للمغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، ويسخرها لخدمة المواطنين ويحفظ حقوقهم. في المقابل إذا قارنا كل الأوضاع السالفة الذكر وبالتحديد في عائدات النفط التي ظهرت في بداية الستينات من القرن العشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا، سوف نلاحظ بأنها تنعكس انعكاسا مباشرا أيضا على المواطنين وحفظ حقوقهم وتسخيرها في عملية البنية التحتية بكافة المجالات. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. الدنيا الفاتحة.